يخرب عقلك، مش ممكن، ايه الجيران ده؟ لو سمحت من فضلك امرني يا بيه تحت امرك. اهلا بيك يا حبيبي. لو سمحت كنت عايز كيلو قوطة. 1 كيلو ولا 2 كيلو؟ only 1. احلى كيلو قوطة لحضرتك. شايف الحتة عاملة ازاي؟ ايه اللي في ايدك ده؟ دي قوطة. دي قوطة؟ دي كبيرة قوي. انا عايز قوطة من بتاعة زمان، الصغيرة الحلوة المسكرة دي. مسكرة؟ القوطة مسكرة؟ تحطها في بقك وتقعد تضحرجها يمين تضحرجها شمال، يمين شمال يمين شمال. تضحرج ايه يا باشا؟ بتعمل ايه؟ بقول لك ايه، مفيش غير القوطة دي، تاخدها ولا لا؟ انت مالك متقنعر كده ليه؟ انا على فكرة بفهمك اصول الفاكهة والخضار. شكلك عايز تنضرب علي. إيه؟ تضربني انا؟ انا مش خايف منك. يا محمود كلم محمود وانا هخاف من محمود. هات العربيه النص نقل وبلاها كلها رجاله عشان في واحد هيتضرب. بص نقل يا نهار اسود، كله يجي بالشوبه. محمود احنا نخلع بالشركه بقى. اهو واقف قدامه اهو. انا ما شايف انه ملوش داعي، انا هروح محل تاني. بس دلوقتي مش عايز حاجه. مع السلامه. تعالى يا مجنون يا قوطه. يخرب عقلك، مش ممكن. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد، طبعا حضرتك مستغرب أنا ليه باكل خضار وفاكهة في نفس الوقت اللي حضرتك ما تعرفوش واللي أكشلي العالم كله ما يعرفوش، هو إن الخيار فاكهة فعادي إن أنا أكلهم مع بعض. لا بهزر معاك، الكلام ده مش صح. التفاح هو اللي أصله خضار. لا برضه بهزر معاك، الكلام ده مش صح. ولكن اللي صح هو إن الطماطم فاكهة. ما بهزرش والله، الطماطم فعلا فاكهة، فاكهة نفسها خضار بس هي أكشلي فاكهة. ساينتيفيكلي سبيكينج، علميا الطماطم فاكهة. ليه؟ لأن تعرفنا للفاكهة هي الحاجة اللي بتيجي من الأوفريز بتاعة الزهرة، الوردة اللي جواها بذور هذا النبات اللي هو في الحالة دي الطماطم. يعني الطماطم زيها زي الفراولة والبرتقان والجوافة فاكهة. يا حلاوتك يا قوطة، إنما كون أنت بقى بتحطها لي مع خضار وتعملها لي طبق سلطة، دي مشكلتك أنت، أنت واليونانيين بيعملوا جريك سالاد. لكن الطماطم أساسا مع الفروت سالاد. بس ثانية واحدة عزيزي المشاهد، أنت شخص رزل شوية ومش قادر تتقبل الموضوع، فتسألني سؤال صعب عليا، تقول لي الله مش الفاكهة عادة بتكون مسكرة؟ الطماطم ليه مش مسكرة؟ أنت هنا بتحاول تحرجني. بس عندي رد ليك عزيزي المشاهد، فعلا الفاكهة معظمها بيبقى طعمها حلو، الشوجر كونتنت محتوى السكر اللي فيها عادة بيبقى عالي. دي استراتيجية اي نبتة بتعملها عشان تقدر تجذب الحيوانات اللي في الغابة فتيجي تاكلها. تقوم قايل لي الله في نبتة عايزة تعبها وشقاها الحيوانات تاكله كده عالجاهز. عزيزي المشاهد، دي استراتيجية في منتهى الذكاء. الفاكهة لما تخش الجهاز الهضمي بتاع الحيوان بيبقى فيه بذر ما يقدرش الحيوان يهضمه، وبالتالي بيحصل في ايه؟ بيحصل ان الحيوان ده بياكل الفاكهه، يمشي لي بعيد شويه، ينزل لمؤاخذه حاجات يبقى فيها البذره، تنمو البذره في حته تانية. ده نوع من انواع توزيع البذور، السيد ديسبيرسل. فالمعضله هنا انه حاجه زي الطماطم مش مسكره، فالسؤال هنا والمعضله ليه فاكهه زي دي مش مسكره الحيوانات ممكن تيجي تاكلها؟ اللي حضرتك ما تعرفوش، يا مش هقول عزيزي المشاهد، هقول حبيبي المشاهد، مش عارف ليه حسيت ان انا عايز اقولها كده، ان الطماطم في فتره من الفترات كانت مسكره جدا. ان فاكت ما تتخيرش عن باقي الفاكهة. ولكن حصل حاجة خلت الطماطم مش مسكرة لدرجة ان احنا بقينا نعتبرها خضار. مين اللي عمل كده؟ انت عزيزي المشاهد السبب. ايوه انت، الانسان هو السبب في هذا التغيير الجذري. قعدنا نفصل الطماطم ونعمل فيها تغييرات لحد ما وصلت لحالتها دلوقتي. عجبك اللي حصل؟ كانت طول عمرها مسكرة وجميلة. ايه اللي حصل؟ هجيب خيارة وارجع لك. من آلاف السنين ومع اكتشاف الإنسان لحاجة زي الطماطم، اكتشفنا إن إحنا ممكن نعمل عملية اسمها كروب بريدنج، أو زي تربية للمحاصيل الزراعية. الجند الكبير بتاع الطماطم أو الأنسستر بتاع الطماطم اللي بناكلها النهاردة كان اسمه الوايلد بيروفيان توميتو. الطماطم زمان كانت صغيرة جدا في حجم التوت، وكان ليها ألوان كتير زي الأصفر والأخضر والبنفسجي، متخيل الطماطم؟ وكانت أكشولي مسكرة وحلوة. ولكن مع الوقت الإنسان ابتدى يختار أنواع معينة بس من الطماطم عشان يزرعها. أنهي أنواع؟ الأنواع اللي كان عندها جينات تخلي حجم الطماطمية كبير والفلاش بتاعها كتير عشان يبقى حجمها أكبر والإنسان لما يأكلها يشبع. فأنت لما تختار لي دايما الطماطمية الكبيرة وتاخد البذور اللي فيها وتزرعها، بيطلع المحصول كله طماطم كبيرة وما فيهاش طماطم زي الطماطم البنفسجية خالص. ليه ما بنزرعش الوايلد بروفيان توميتو اللي هي الصغيرة المسكرة؟ أكشلي عشان هي صغيرة، إحنا كنا عايزين الكبيرة.
للأسف الكبيرة ما كانتش مسكرة. فعزيزي المشاهد أنت كنت السبب في اختيار هذا النوع الفليشي الكبير ولكن الغير مسكر. مش عايز البنفسجي الصغير ده. مسكر؟ آه بس صغير ما بحبوش. هاتلي من الأحمر الكبير ده. فمع الوقت قلت جدا انواع الطماطم الاصليه لانها ببساطه شديده ما بتزرعش لحد ما وصل بينا الحال ان احنا بنزرع الطماطم الحمراء اللي احنا نعرفها النهارده وده خلانا نخسر الجينات المسكره اللي كانت موجوده في الطماطم البنفسجيه لانها للاسف اختفت بقى زيها زي الديناصورات ومش بس الطماطم هي الكائن الوحيد اللي غيرناه من الكائن المسكر للكائن الكبير الفلاشي اللي مش مسكر الفراولة عملنا فيها برضو نفس الكلام الجد الكبير أو الأنسيستور الأصل للفراولة جده فراولة أنا بسميه كده كان اسمه الفراجاريا فيسكا وده كان نبات بيعمل فاكهة فروت مسكر وحلو ولذيذ ولكن مشكلتها نفس مشكلة الطماطم كانت صغيرة أصغر من الفراولة بتاعت النهاردة والإنسان حلوف يحب الفاكهة الكيرفي غير كده ان هذه الفراوله كانت مناعتها ضعيفه فما كانتش تقدر تقاوم الامراض بشكل افضل فاللي حصل ان جاسوس فرنسي كان في تشيلي وهو راجع فرنسا جاب معاه بذور لفاريانت او نوع مختلف عن الفراوله اللي موجوده في فرنسا اسمه الفراجاريا كيلونيسيس النوع ده من الفراوله كان حجمه اكبر ولكنها لم تكن مسكره زي الفراجاريا فيسكا فقام المزارعين قال لك طب احنا عايزين الحلو من هنا على الحلو من هنا احنا عايزين الحته الكبيره على الحته المسكره فقاموا عاملين ما يسمى بالكروس بريدنج عن طريق عملية اسمها كروس بولينيشن التلقيح المتبادل تبادل التلقيح بالكلام لا بس ده بيلقح بالجينات عايزين الجينات اللي من هنا اللي بتجيب الكبر وعايزين الجينات اللي من هنا اللي بتجيب السكر تلقيح متبادل ما بين الفراجاريا فيسكا والفراجاريا كيلونيسيس فيطلع لنا للنور ولأول مرة الجاردن ستروبري الفراولة العادية اللي بناكلها النهاردة هي مسكرة وبنحبها في الايس كريم ولكنها ليست بنفس حلاوة وكم السكر اللي موجود في فراجاريا فيسكا طبعا حضرتك دلوقتي حاسس ان الانسان ده ما فهمش اي حاجه وهمه على بطنه عزيزي المشاهد نعم الكلام ده صحيح قلنا كده في حلقه الكرش صانع التاريخ الانسان عايز فلاش كتير وحجم اكبر للفاكهه اللي بيزرعها واحيانا بيتنازل عن حاجه طعمها حلو مقابل ده ولكن عزيزي المشاهد ده مش بيكون دايما صحيح واحد مثلا من اهم المحاصيل الزراعيه اللي الانسان بيزرعها النهارده هي الذره حسب موقع ستاتيستا فاجمالي انتاج الذره في العالم كل سنه هو تقريبا 1100 مليون طن الكميه دي رهيبه دي تقريبا كتله 400 الف فيل افريقي كميه رهيبه وضخمه ولكن لو جينا بصينا على جد الذره الانسيستور بتاع الذره برضو هنلاقي نبات مكسيكي اسمه التيو سانتي النبات ده صغير ومسلوع ومفهوش حب كتير خالص غير كده النبته نفسها كان حجمها صغير قوي وصعب يتجمع كانت قصيره على الارض كده واطيه ده غير كده ان ماشي قشطه جمعناهم عشان تطلعها من الكفر بتاعها عمليه صعبه الحب كان عليه غلاف تخين وصلب جدا عشان توصل للبذور محتاج تخبطه جامد بشاكوش ده غير كمان ان طعمه كان وحش يعني تتعب كل التعب ده وفي الاخر مفيش طعم عامل زي البطاطس النيه المهم تقولي الله بس مش ده الدورة اللي نعرفه النهارده نعم عزيزي المشاهد ليه كده هقولك اللي حصل ان الانسان المزارع زمان قوي فضل يختار انواع معينه من هذه النبته التيو سانتي عشان يزرعها فكان يختار الانواع اللي كانت اطول شويه من التيو سانتي العاديه وكان يختار الانواع اللي كان البذر بتاعها اطرى شويه واكبر ويرجع يعمل ده تاني في المحاصيل الجديده يقعد ينقي الصفات اللي هو عايزها ويفضل يعمل هذه العمليه المعروفه بالارتفيشال سيلكشن ده نوع من انواع التطور يختار النبات اللي الجينات بتاعته احسن الطويل عشان اعرف اجمعه بسهوله والحبايه بتاعته اكبر وطعمها احسن واللي بيطلع لي اكبر عدد من الحبات في كل نبته وافضل بقى اعمل لي بريدنج هات من هنا وهات من هنا وهات من هنا وجوزهم لبعض لحد ما تطلع لي النوع اللي نعرفه النهارده الذره الاصفر اللي سهل جدا نقشره وحجمه اكبر 1000 مره من التيو سانتي الاصلي واللي بالمناسبه فيه سكر اكتر 4 مرات من التيو سانتي اها واضح ان عمليات التجميل دي كانت عمليات مثمره كنا احنا بنتكلم على شجر وبنتكلم على ان هي حاجه ناجحه ده في كده ساتل ومش بس الذره هو اللي عملنا له عمليه الارتفيشال سيلكشن في واحده من اجمل اللوح الفنيه اللي عملها الفنان جيوفاني ستانشي الرسام الايطالي المبدع بعنوان ووتر ميلونز بيتشز بيرز اند اذر فروتس ان لاندسكيب اسمه مبدع امتى رسم هذه اللوحه في القرن ال17 انا بقول لك هذا الكلام ليه هقول لو دققت في هذه البطيخه هتلاقي فيها حاجات
غريبة شوية. تقول لي لا عادي مش مشكلة، يمكن تكون مش مستوية، يمكن تكون لسه ما نضجتش فشكلها غريب شوية. ولكن يرد عليك بروفيسور علم الأشجار في جامعة ويسكونسن جيمس نيانوس ويقول لك لا عادي، البذر اللي موجود في البطيخة لونه أسود، وبالتالي هذه البطيخة مستوية ونضجة وطازة وجاهزة للأكل. تقول لي لا أمال شكلها غريب كده ليه؟ أقول لك عزيزي المشاهد لأن ده البطيخ بتاع زمان، البطيخ تغير عبر الوقت. حسب كلام دكتور جيمس نبتة البطيخ أصلا كانت من أفريقيا، ولكن بعد ما حصل لها عملية الدومستيكيشن ابتدت تنتشر جدا في أوروبا والشرق الأوسط، فبدأ الإنسان يأكلها لأنها كانت مسكرة، وبدأ يعمل منها حاجات زي النبيذ. ولكن مع الوقت بدأ المزارعين ينقوا الجينات المفضلة عندهم ويختاروا يأرتفيشيالي سيلكت البطيخ الأكبر والمسكر أكتر، وبيطلع مادة زي اللايسوبين أكتر اللي هي المادة اللي بتعمل اللون الأحمر في البطيخ. ياخد لي البطيخ اللي فيه هذه الصفات ويزرعوه، ومع الوقت اللي هو تقريبا كذا 100 سنة لأن الموضوع بياخد وقت، تقريبا كل البطيخ اللي موجود دلوقتي مفهوش الشكل الأبيض اللي موجود في رسم جوفاني، والفلاش اللي في البطيخ اللي نعرفه النهاردة بقى كبير ولونه أحمر بزيادة. يقفلي بقى الإنسان هنا ويقول لي خلاص كده كفاية بطيخ، كبرت بما فيه الكفاية، سكرت بما فيه الكفاية. لا، بتتعمل دلوقتي تجارب على البطيخ عشان يطلع من غير بذر خالص. هو اوريدي حضرتك لو رحت في اي محل بيبيع منتجات مستورده هتلاقي بطيخ من غير بذر. رايح بينا على فين يا انسان؟ ده احنا فاضل ان احنا نزرعه ويطلع لنا متقطع وساقع. تخيل نزرع البطيخ يطلع ساقع، في ايه يا انسان؟ ده يا لهوي على الانسان، ده بيعمل تغييرات جذريه. ولكن عزيزي المشاهد زي ما قلنا في حلقه ما ذنب النباتات، قد تكون دي خطه محكمه من البطيخ. هو في الاخر البطيخ ده عايز ايه؟ مش عايز يتكاثر، مش عايز ينتشر. طب ومين اللي هيساعده على كده؟ الانسان. وبالتالي هو بيحاول يوصل للانسان عايزه فيخليه ينتشر اكتر. اتس بزنس ديل. الامثله على لعب الانسان في جينات النباتات ما بتقفش لحد هنا. نباتات زي الموز والجزر والبتنجان والبرقوق كلها تعرضت لشكل من اشكال اللعب في الجينات. هناك انواع من الموز كانت صغيره جدا وفيها بذر كبير، بس احنا كبشر قعدنا نلعب في جينات هذه النباتات عشان توصل لحضرتك النهارده بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي. مش بس كده، الانسان كمان بدأ يهجي النباتات مع بعض. فاكهة زي البلامكوت، هي معرفش يعني ايه بالعربي، ولكن دي فاكهة ما كانتش موجودة قبل كده، ولكنها طلعت بسبب تهجين الإنسان للبرقوق والمشمش. الإنسان بطبعه عايز حياته أسهل، عايز يروح من مكان لمكان بسرعة، فعمل عربيات والقطارات والطيارات، عايز يكلم الناس بعيدة عنه من غير ما يسافر، عمل التليفونات والموبايلات والساتلايتس والإنترنت، عايز ياكل أكل حلو، قعد يختار من نباتات الجينات اللي عجباه وعمل artificial selection فيكبر في أحجامها ويزود السكر اللي فيها ويخليها بتقاوم الأمراض، وبدأ يروح المعمل ويلعب في جيناتها ما يحتاجش يعمل عملية البريدنج أو كروس بولينيشن، ويزود صفات هو عايزها ويشيل صفات هو مش عايزها ويطلع لنا أنواع جديدة ومختلفة، كل ده في سبيل انه ياكل حاجة احلى واطرى واكبر. والحقيقة ان العالم في حالة تغير مستمر، الحاجات بتتغير كل ثانية من كل يوم، احيانا ببطء واحيانا بسرعة، وده جزء طبيعي من الحياة. عشان كده ما تستغربش ان اكل كتير من اللي بتاكله النهاردة شكله اتغير وما يشبهش اجداده القدامى، وكل ده بيحصل بسبب تطور التفاعلات ما بين النباتات والحيوانات والانسان جوه هذا النظام الايكولوجي المعقد، وبسبب التطور الكبير في تكنولوجيا الزراعة وأساليبها. وكل ده عشان إيه؟ عشان حضرتك المشاهد العزيز تنبسط. كان ممكن تعمل حاجات أبسط من كده، كان ممكن تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجديدة، تنزل تبص على المصادر، ولو أنت على اليوتيوب تشترك على القناة، كان ممكن تنبسط أكتر. حتى الدحيح كمان تغير وهيبتدي ياكل موز. أحيانا بندم إن إحنا بدأنا البرنامج بالخيار والتفاح، ماله الموز؟